عيشي وهو مفعول معه اسم المجع ويه فضلة يديريا بعد واو واو قلاشة خصوبا واو دو أريد لولجه دو بها واو قاعد نصيص وقعدان على المعية معنما وقعدي هاي واو دو مسبوقة إلا قلاهر مني بفعل فعل أو ما شيء يالغله هرمان فيه دهدي وكسوية حروف وفعل وحروفتي ومعناه معنيه كسرت والنيل وأنا صائر والنيل وعن كجر لي منصوباتك وخاصة مفاعيش أيان كجر لي وحا أغيسينا كتابك وبنى بانك روح وبانك يا صوت لي أليغنا سفر أيان إسوك شيء إلى سفر أيان هاي مركا أبين دنبي أيان دنبي إن شاء الله حالنا نغرينا إلى أهلين دبه ميز كان كل بجنين بعد رمضان أيام بمين دون إن شاء الله دو إليه هو مفعول معه أيام قادمين مفعول معه أيوت المامي وعيري وإس اسم منصوبة وعن عمد آهي هو اسمي لاسي واو يا الغلاخر بسي وحي كعاد هاي مصاحبة مع معنى هذي فائدين يوم مصاحبة كعاد هاي وهذا وحاكور يا جملة فعلي وكتيرو أما اسم فعل معنه هي حروفتي وكتيرو المام تعدي الله لو اسمي قاد دبي لا مفعول معه أي ليرا أنا نصبا إنه واجب على غيابا مفعول معه لغو نصبيو عطف إنه واجب على غيابا إنه نصبا الراجعية إنه عطف وحاصر ما إنه صوشي الشيء والمفعول معه وهو مفعول معه اسم اسم وهي فضلة يديري وهو بعد واو واو لا شيء خصوصا وهو ذا أريد لرجل بها وهو ذا أتنسيس كعدان على المعية مصاحبة كعديها وهو مسبوقة لغلا هرمني بفعل فعل أي لغلا هرمني أو ما شيء أي لغلا هرمني به الحديث كسوية حروف وفعل حروفتي ومعناه معنه كسوية لذلك كسرت وسعدي والنيلة وتجد نيلة معيسى سعدي سرت بفعل أي كسوة سرت وفعل وأنا أنيقى صائر وسعني والنيلة تجد نيلة معيسى سعدي صائر اسم فاعل واسم لكن فعل معنيه حروف كي سوطان خرج وحابة حي بذكر الاسم عنه الفعل فعلي المنصوب لنسبه بعد الواو وو قداشين في قولك لا تأكل السماك بالله عوني وتشرب أدقو عمي علم العارة تشرب مفعول معه لديه مايو فإنه على معنى الجمع وي أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا يكدق أيهاي ولا يسمى مفعولا معه هنا لغم مقعاب لكوني أهاشي ليس اسما اسم ما هدي اسم صريح وصنحين اسم المؤول هو يهي والجملة جملتي نواي بحد الجملة الحالية حال ظاهي نحو جاء زيد زيد بيميد والحال الشمس قرحنا طالعة من صوب نهايتها فإنه أفضي قاسي وإن كان هذا المعنى معنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس معنى هذا بحال نغضيه إلا أن ذلك ليس باسم ما هو جملة ولكنه جملة توي وبذكر الفضلة نوحى بحي ما وحي بعد الواو وو قداش يقصها في نحو اشترك زيد وعمر زيد يا عمر وي وذاقين وعمر تاسي دلوا برنجة صلبتها فاعل بيكو عفنت هاي وفاعل هان ويو فعل اشتركا لما روح كير كما بيمادو فإنه شانيقا فإنه لفظيقا عمره عمد الدوية لأن الفعل لا يستغني كما مارميو عنه عمر كما مارميو لا يقال لمنه كرو اشترك الزيد لأن الاشتراك وذاك لا يأتي كما بيمادو إلا من اثنين لما روح مبيه وبذكر واوي واوى إلي كهر ريسابة لرئيس بيه وحاكم بحي ما وحي بعد مع بحد الله شيئه وواوى أن لا شيئين مع الله شيئه وما يمضافيه ابن نقل مكا في نحو جاءني زيد مع عمر وما شيئنا وبحي بعد الباء باق لا شيئنا هذا يتبع بمعنى معا في نحو بعتك وأنكايبي الدار قولي أنكايبي
أثاثها مع أثاثها أراضينا بعينا كايبية وبذكر إرادة التنصيص على المعية مع نمو إنا يكون عند هيدي آشيقنا وحا بحيا له جاء زيد وعمر هو عمر إنا يوذي سعودينا ويدعك إنا يكره الرئيين ويدعك وهو العدث ويهي إذا أريد أمريكا الأولجي هي ووضع سيف مجرد العطف عدد كلي أمريكا الأولجي وقولي هذا الكيغة مسبوقة لا أخيره بيان عظيم وهي لشرط المفعول معه مفعول معه تدقيس الوعى طينية وهو شرط قاسوحة وهي أنه شانك فأنه مفعول معه لا مدمارا لقى ما مجرى أن يكون وهذا مفعول معه مسبوقا من لقى له هرمنا بفعل فعل أو ما شيء لقى له هرمنا فيه نحدي سهو كسوية معنى الفعل فعل معنه وحروفه فعل حروفه فالأول كان هرم قولك سرت والنيرة وقوله تعالى ويه فأجمعوا أمركم أجمعوا أتكايا وأن كان أمركم تنذين وشركاءكم مع شركائكم وشركاءكم موضع فعل ما كهر أجمعوا وذلك الله علي اسم فعل معنيه حروفتي وتلغوه الشيغي مثالك قولك أنا أنيقا صائر وصغر والنيرة ولا يجوز النصب النصب ما بنال في نحو قولهم قولهم كل رجل وضيعته وضوى ووضعي لك جملة كورين خلافا للسيمرية أي خلافين لأنك أريك لم تكن فعلا ما أرين شيء ولا ما فيه معنى الفعل فعل معنيه وهو تنك بهذا الشيء وكذلك لا يجوز ما بنال هذا كان لك أريك أن يكون سبنا وعراك إلا إلى هذا النصب بالنصب ما بنال لأن اسم الإشارة اسم الإشارة وإن كان هذا فيه اسم الإشارة من كنت سويها معنى الفعل فعل معنيه أن يكون سويها وهو شير بول معنيه لكنه ليس فيه حروفه حروف الفعل هما سونا وعامل من معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك اللي توقع أنه وند النحو سعيد مستقرا فيها ابن مالك باب الحال مركو يوحو ترين يا عامل حالنا كعب الفلي يعينه النغون كرو عامل فعل معنيه وطو حتى حروف تسعى وذري تقول إشاره مركا قدرية ومركو مثال ليه كتلك اللي توكأنه ليه كتلك كتلك اللي هو اسم الإشارة كرو وقد يجبه إنه واجباس لو ذا النصب نصب كقولك يعني مفعول معه إلغو نصب إليه واجب الغيابة هجو وعاو مفعول معه وانا بين دمينينا ان شاء الله تعالى احوال اليه صورة ونور قيبة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.